خرب عليك العروس حبيبة، برا خلط عليه دار الكوميسار ولحلح بالبوليسية بلكش يخليك تبات بحذاه. تيحة هادي عزوز يشد فيها بالقليلة 5 سنين، خاطيه طلع كي تمشي له 9 فريد، قل له حقك عملت ستاج عند سيدك المولينكس. وينك مولينكس من العشية وانا مفركز فيك؟ يحوط عليك يا منور، ضربت مع المية اليوم تبدأ تخدم معايا. منين باش نخدم معاك عزوز بينسى ما تشدش. نعم ذاب كل ملحة ويظهر لي تخدمنا فيها. كيفاش ما تشدش؟ العشية كاملة والشرطة تخوت في الحي، ما لقوهوش في حتى بلاصة، والناس كل تقول لي انت بعته. علاش بيع في الراجل؟ مش حرام عليك يا اختاك؟ بلا لهجة وبلا لحمات تحب تركبها لي في مخي؟ انت اللي خبرت عليه ولا انا؟ هاي طير محلى فراقك. هاي باي حبيبي. اجي هنا. قال له خبرت عليه؟ مش انت قلت لي خبر عليه ويجي يخدم معايا؟ خويا العزيز اكسر ايدك، لا نعرفك لا تعرفك. يا وما تشدش عزوز، ايش باش نعمل لك؟ الله غالب عليا وعليك. منين باش نفوت منه وانا عزوز بيسا؟ كان شدني، كان شدني لما نصب له صبه ونقول له لي انت قلت لي بيعه ويجي يخدم معايا. صفا يا ليل يا ناصب وطق على القلب سابل سوادك، لا فيك لنجوم لبرق يضوي مكحل فادك. يا ليل لا ليك شباك يعطي على طريق ضاوي، نديت مهموم نرجاك نلقاك بلا ضمير خاوي. وفيتش انت بالعربيات نخمو في مسيبتنا هالليلة الزقحة؟ يا ليل قداه متحوك وزادوا فيلم ديح وصله، اهل الغواية نفخوك وانا ملقيت لك خصلة. ذي أعمال تعملها بين مغزل غسل دبجي فولي متكركروا في جرتك البرمناس؟ قديه من مرة نقول لك اللي أنا ما نعرفش على مذهبهم اللي هما فولي ويسم العياط كسرت لي راسي. لحم حربوشة شوفوا لي طبع أسبيرين. أسبيرين يا خلاب؟ حلال نهبط عليك بجماعة على ملغيقتك ينزل مخك يشخ من نخيرك. أوه ملا صورة بشعة، لازالي فقدت التوازن الداخلي متاعو. بيانسور انت تحس روحك في الليمو متاعك، سرقة زايدة ولا ناقصة عندك زي خسقت يا كومبرادوري. انا سرقت كتيبات باش ناكل، اما انت تخدم عند السراق الكبار تتسخف اكثر مني انا والمغزل على خاطرك ماكش فاهم اللعبة الاجتماعية. تحبك تو تفهمني اللعبة الاجتماعية بتاع الخنبان وخطة البقبوت؟ يا كارديا يا كارديا، نصل البوهاني مارس عليه في العنف. عندك الحق بلحك، بوهاني ونص، بوهاني ونص انتخانت في القطعية كيفك. سي با بوسيبل، سي با بوسيبل، كيفاش باش نعدي معاك بالليله؟ يا ليل وصفوك جبه حرير من عز الحراير، لبسوك اهل المحبه وقالوا نجاو من العثاير. يا لندراش صار فيك يا حبيبه؟ تفكر حبيبتك تنسى نصيبتك، الحب اكبر خلاص للروح في النوايب. انا توا قلبي مع زهور في الشمبري متاع نساه، زعما هي زاده قاعده تحلم بيا ولا قاعدة تفكر اش باش تقول للهام وجدي؟ طبعا لازر عروج لا يخمم فيه حد ولا يخمم في حد، او بالاحرى قاعد يخمم في كرهبته الجديدة اللي رام كسروا هال وليدات حي الازدهار. اوخ وقيل تفرح انت كان يكسروا لها الكرهبة. مش بحتش واحد عديم اخلاق كيفك. جبد القهقرة من قدامي، انا مانيش عديم الاخلاق، وانما عندي اخلاق الطبقة الاجتماعية متاعي. انا طبعا نحب حبيبة، جيبولي حبيبة، جيبولي حبيبة. حبيبة حبيبة متاعك ان شاء الله يتيح بها باربو، يقول العروس مبدلة محرك 7 ليالي يا رب يهرب ليك بها. امان خويا لزهري شمت فيا يا خويا عظمك. لك تلاقي ستري، لك تلاقي ستري. يا جارديان، يا جارديان خرجوني من هنا وعيطوا لي المحمود عبد العاطي. يا جارديان خرجوني من هني. هواه يا طيب، شنو مثبتة؟ نسيبك يا غلبة، مش اسمه الأزهر عروش؟ ها؟
أمالة هذيك هو تيموأك مكبوبة السعد هذيك زهور عرفته الحسيلو الأزهر هو وسعيد ككيت بالكلمات أي شدوهم يسرقوا بالكامشة كونشي عاملين باندا أوه يا طيب شنو الأزهر ما يسرقش تي زهور عملت لي تليفون من مركز الشرطة ماكم تقولوا غايرين منها هاي وعندها سويت هايك عادة توا تمشي تغني لهم في الليريا ها باهي باي يا جارديان يا جارديان شنو العيط توا كل واحد شد تركينه وسكر فمه يحب تخرجوني من هني حالا لازر عروش مدير مخابر الصناعات الغذائية الزراعية يكلم فيك شرف أمكش خارج من هون يا امي محرزيه كمليها الياغورت خنازك ترب واه يا منو بيا تخليني نشوف ساعه الراجل وين داخل هذاك كي واش يهمك فيه انت الرجاجيل اللي في التلفزه يا لندرا واش من عمله سود عملتها في حياتي حتى قعدت نخلص يا رب طيب يا اخي ما فديتش من سوريا تبدل يا ولدي توا جاي المسلسل بتاع يسرى لا محرزيه توا نص الليل ونص بتشرب دواك تمشي ترقد يعني الطبيب يتغش عليه الطبيب يتغش على مرته وش بيه يتغش علي انا كل يوم تمرجوني عليه النومه غيرك ما حكيتليش على حمادي ما عندي ما نحكي لك لا محرزيه يا ولدي انا ماني على غلبه الكبوت اللي وصيتهم عليه امشي يرقد وغدوه الصباح انا نشري الكبوت يكسر خيرك غدوه تشري لي كبوت هزيت لي طفل انفيتو في قطع الرقبه وقعد تطمع فيا بالشويلق انا حتى شي ما نفهم نحب ولدي يروح شيء الندابة هذي شيء هذي مش نمش نتاعبو الدنيا باش تفرق فوق راسي وهي شدتني في الكبوت بالجهش قاعد يتمت مفسر لي ما ندريش علي كملتي يا زين حمدون ارتحني خليني نمشي نرقد ما قلتلكش هنا نسي لازهر عروش في قلبه احسيخة وعملي تليفون قبليك قالوا لي عامل باندا يسرقوا في التلافز وفي البرابولات يا التيف على لازهر وخي تستلطف له زادة خي نحن نستلطفوا للمؤمنين جملي بحال خير لازمك تعمل لي فليشة الليلة خاطر انا غدوة مسافر ماشي للهم والغم انت راجع مسافر وعليه يا جماعة غادي لاباس عليهم لا ما همش لاباس لك السخطة نجلة ملوحة في كلينيك قالك حاب تقتل روحها ايه حرق على بنيتي صغيرة وانت قاعد تتفرج في التلفزة ايه شو رايض روحك هي لاباس انا هو اللي نهار بنهارات باش نطيح لكم ومانيش باش نقوم تقول شي للعزوزة منوبية شبيك تتهز وتتنفض وحدك عيشت عيشت بجيش كان يقول لك مانيش منه بي وكان ما جاش نخاف من ربي يا من طفي عليك الخوف في البيت الكل ولا عدا شحيها التلفزه ومش نبش نعاود لك الحديث وجيه لا سمعتك اش تحس في روحك يا سي محسن نحس في روحي راكب فوق عنز طاير فوق السحاب الفوق 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 قبة سيد النوي تبان بحال عظمة حمامة دايخ وخايف لنطيحة وقفت يزيها من كوخرة الراجل اللي يموت ونطلبه في روح ليه ما تخافش ما هيش كوخرة سحطر يطير عليه الدخ قلت لك خلي ثم لنطلبه في روح والحشيش ما تدري عليه انت نايا نعرف وقتاش نشرب هذه وقتاش نشرب الاخرى ولا كان راك ما تنسل منه حتى سوري اهمو قدامي خليني نخدم خدمتي بسكيت سي محسن حل عويناتك واشرب هالكويس ليه يزيني 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 من الحشايش الحمد لله الحمد لله كنزلت على الوطا هاني نشوف في فطيمة بنت الصواف تشبح لي على شيك من هي فطيمة بنت الصواف ما في عينيها ليه اللطف عليها اللطف عليها فطيمة هذيك أمها اللي جابتني من كرشة باهي سي محسن هيك اشرب الكويس تو تولي لاباس وما عادش تشبح خلاص العزيف عيني باش يحرقني العزيف مين ها العزيف مين لحقتني حتى تونس يا جميلة بنت مبكرة ها تدي عليا ها وجايبة معك الخاسر ود الصواف قرب قرب يا منصف كان كراشي قرب سي محسن راك غلط ناجح راني ناجح ناجح
نجح في فك ننسى وينوي. يا ناجح ما عندك ما تخاف، يديهم فوصلين. لا فوصلين لا عقرتي ومش خنقلي، وقيل زودتي له في الدوزة. باهي يا سي محسن باهي، أتو تردى، اذهب اذهب واخرج. وانت فانا قلبي منظرك من هنا يمينة يا بنت السرعة. الليفة هذايا معاش نحبو عندي في البيت، المرة الجاية يشد لينا السكينة ويذبحنا في اثنين. الرجل مفوشلو ما عنده ما يعمل. نخاف لو ندخلوا في جرته للحبس. الصبر يا ناجح، المرمى مازالت ما كملتش. نومي كنقشي. نادوا لي على جميلة بنت خالتي. ماس الله! عمود عادي تعملوا باك! فيه ولا لا؟ لا تقول لا يا سي محمود. لا يا عالم كبير لك انت يا الخير، خلي تروحي مع العمل. تستاهل 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 نظري وتطاو تستاهل. ميجو دو فيافو في عام ونص خش للحبس خطرتي. يا جارديان يا جارديان عم يقابل الكوميسار. يزم لحس اصبر راك مش تقابل. كنت نعيش مع الوالدة في بيت مع الجيران حتى لين توفيت الله يرحمها. خرجوني من الدار بحجة اني عازم، خايفين على البذور متاعهم وما عندهم كان العمشة والخنة وما دومت السنة ومارسات من القرون الوسطى. مختصر وليت نسكن كل مرة كيفاش. معناها ما عندكش مسكن معروف. يكفي لي أنا معروف كقيمة أدبية على الساحة. وكذلك ما عندكش بطاقة تعريف. بلا إيش باش نحط فيها بطاقة تعريف؟ بدون مهنة ما نعملهاش خير. يا سيد الكوميسار سعيد بريء الليكتور سيدي أنا اللي هديته له، والله خطيه هو يسخف مسكين. أنا قررت في حياتي باش ما نسخفش. إياك تعود هالكلمة هذه. الشفقة عاطفة ما حشتيش بها. أنا واثق اللي براءتنا لازم تظهر. ابن خلدون العظيم قال الحقيقة لا تقاوم. إذا فلنتفائل يا صديقي. يا سي سعيد أنا مضطر باش نحجز عليك حتى لوين تثبت براءتك. رجع سعيد لبقعته. زهور ما تبكيش، الحقيقة لا تقاوم. كي نخرج نخطب. الآن سلطيفة المساعدي شهرت زهور، قداش عندك تخدم عند المطرب الهام وجدي؟ عندي 5 سنين سيدي. ما عندكش أقارب؟ عندي أختي تسكن في الكبارية. ما زلت مصر على أقوالك اللي أنت ما تعرفش عزوز بينسى؟ والله يا سيدي ما نعرفوش، حتى المغزل تو فين عرفته. جي مرة هو وسعيد وسلاح لدار الهام، جي وبشيت مرنوا على غنيات، جيب معاه دربوكة. أشنو سي المغزل؟ دربكي ولا مربي حيوانات؟ ما فهمتكش. إيش بيه سيد الكوميسار؟ يا أخي بيناتهم تناقض؟ سيد الكوميسار أنا راسي يوجع فيها، لو كنت تعطيني طبع سبيري. أطلب لي المطرب الهام وجدي. أنت زادة سي المغزل باش تشرف حذانا، خاطر القرائن الكل ضدك. يا القرائن بركة، الريح والفرتونة والدنيا الكل أنا ضدي. الو السيد الهام وجدي. الو صباح الخير. الشرطه معك. تفضل سيدي. هاو الانسه لطيفه المساعدي تحب تكلمك. واصر هي مازلت موجوده عندكم؟ هذه لازم سرقه كبيره. الو نانا صباح الخير. امان انا ايش خرجني من هوني؟ امان ماني قلت لك البارح والله خاطيني. ليلي يا عزيزتي ليلي ويلك ربي. واه يا غلبة يا أخي تحب توقفني قدام الحاكمة؟ أمان أنا والله ما عندي معمل، مشيت مع سعيد لعرسه كصاحب المغزل الدربيكجي. أمان أنا ما تخلينيش، الله يخليها بيك. تستاهل على خاطر أنت خرجت وما شاورتنيش، وأنا بيدي ما عادش حاجتي بيك، وأنا استقبلت لويح. أمان أنا هكا نهون عليك؟
قلت لها نتسلم. احلى تلويحه والله لما تشوف عند مرت سي طيب الشواش. بفضلك سي المغزم تجاوزت حدودك، شكون قالك على التليفون؟ عنده الحق صاحب السيد يسكن في حي بنو خلدون، كي قال الحقيقه ما ياكل معها حتى حد. نجم تروح هذا لطيف. يعيشك. تعدى الساعه يكملوا لك الاجراءات. يعيشك يا سي مفتش، يرحم والديك. تخافوش تخافوش، ربي معاكم. اي بسلام. وقتاش نبداو يا اخي؟ فديتا ماذا بيا نعمل قهوه. سنده نجم نجيب قهوه ونعمل سيجارو. امين ريب وحضر الدوسي نتاعك واختلنا سنده. يا اخي اش عندي قلت انا؟ هزيت صبعي بكل لطف طلبت باش نعمل قهوه سيجارو. يزي اكبر تو سنده المروضه نتاعك هالصبع تطلب فيها ستي نمشي نستريح. انا طلبت منها على خاطر هي الامينه على القيم وشعارات العروشيه نتاع سيقوا بروايتكم وشموا النوار والتدخين مضر بالصحه. نو مي سي فري تو نص ساعه ملي حقنا بدينا الاجتماع والسيد المدير مازال ما جاش، مش يحب الانضباط هاو طلع مش منضبط. والله عندك الحق، المسؤول لازم يعطي المثل. حتى انت مديت يدك البركه تعرفوا عليه الراجل شنو اللي وخره، بالكش عمل الحادث. احنا ما نتمنولوش الضروره ولا وانه انا سمعني الكلام وضرني. ما سمعكش الكلام وما ضركش. انا عوجي كسر لك رامي نظهر عروش رسم لك الحدود نتاعك وقال لك اللي انت تقني سيانه وتحراح. الاعلاميه زي ما مهندس سبحان الله. نعرفوك عاد انت سي يوسف من حزب العروش، الكلام معاك زايد. والله يشرفني اني نكون من حزب واحد كفؤ وكبابلي خير من نكون من حزب واحد كيفك انت اللي ما حقوش جمله يقعد في الطاوله هذه. عجيب سي يوسف تحبني نقوم لك؟ تفضل هاني نستنى فيك. يا جماعه صليوا على النبي، يكون العقل منكم شنو باش توليوا كباش في رحبه. نريد نور الدين شنو هذا؟ انا نموت على الجو هذا، حريه التعبير بلا نفاق والبنيه ناجحه وكل واحد يكشف العقد الداخليه نتاعو. الو وي مع السلامه سي محمود، قاعدين نستناو في سي لازهر على البريفينغ. وا شنو وقتاش سي محمود؟ بي هاني جايه. بي سلامه سي يوسف، قالك الباترون اشرف انت على الاجتماع، انا خارجه. سنده شفما قول لنا. علاش ما تقولناش شنو اللي صاير؟ ديما تخبي؟ لتتفاسو الناس كل فهمنا اللي المعلم الكبير جاب لك عروش على برا. Tu es un individu méprisable. يا خويا في المطرشك ليه؟ ما تخافش كلاب الكل مربوطين. يا هي طب بس خلنا نطلع فوق. يا يكبسوا كم تزرع يا حبيبتي. يا حبيبتي 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 يا أنا باهت كيفاش واحد بالكفاءات هذه الكل يا سي الأزهر واقف قدام ضابط شرطة يبحث فيه. مش بيني أنا جيت هني بإرادتي، ماك محشيتوني في البانية يا سلاد ولقيت روحي عندك. قصدي شنية فايدة الشهاد والعلوم إذا كان ما يحفظوش بنادم يوريوه الطريق الصحيح؟ عليك بالله وريهولي هالطريق الصحيح خليني نتبع، عالجاي كثرت علي أثنايا. أنا يا راجل كارتيزيان ومخي ما يخدم كان في أنفيرونمون راسيونال. أغنية تو نعوم في اللي غاسيونال. بديت نهز عروس للبلدية رصت لي متهم في سريقة. سي سيرياليست.
احنا مازلنا ما وجهنا لكش تهمة يا سي الازهر. احنا مازلنا نتحراو معاك. ما حقكش خلطت روحك مع ناس كيما عزوز بينزا والموزن. وتو نحب نسلك حسب رايك المغزل سرق ولا؟ سامحني ما عنديش راي. لا يعيط ننصح فيه باش يبعد على خلطة البانديه. اونفان سي بلو مون بروبليم. كان ما عندك ما تزيد معايا خليني نروح. الو قول لهم يتفضلوا. تفضل. تفشحت عليك سي الازهر لاباس؟ محمود عبد العاطي رجل اعمال. نتشرف اسي محمود تفضل. شكرا. شنو الحكايه سي الازهر؟ هذا موقف تحطني فيه؟ سامحني سي محمود على غالب شيء خارج عن ارادتي. هاني عديت الليل حدا الجماعه وكنت تو نفهم السيد المفتش اللي نايم مش نوالف نخنب. وانت من خبرك سي طيب الشواشي نسيبك السابق. انا ناخذ في قهوتي على الصباح وهو ضرب لي تليفون. شنو تشفي في لهجته وشنو هي شماته؟ قال لي مستشارك العلمي شدوه بالكمشه يسرق ويبيع. ونبيع خلاص. ما قالش ليك ثانيه اللي نايم نهرب في تلافز المالطه. وانت صدقت سي محمود؟ المساله مش كونك سرقت ولا لا، المساله كون سمعه الجروب نتاعي تتضرر. وانت تعرف اخلاق سي طيب نسيبك هذاك لابد باش يفوحها في البلاد. تتصور سي الازهر في القعدات وفي الروتاري اش قال لك اش قال عليك؟ سي محمود عبد العاطي عنده كادر يبحث في البوسطه لخاطر سرقه. سي اون كاستيون دو ريسبكتابيليتي. نو مي جو غاف ولا ما سمعتش مليح؟ ما حاولتش حتى تعرف اني فعلا خنبت ولا لا؟ ما خايف كان على الريسبكتابيليتي نتاعك؟ بلا تنجم تاكد لنا يا سي محمود على سي الازهر يخدم عندك على خاطر في اوراق الهويه نتاعه يخدم في الخارج. فعلا سيد المفتش سي الازهر يخدم معايا. سي الازهر الراجل قليل مثله في كفاءته في علمه. انا متعجب باش وصلوا عندكم. يا سي الازهر انت راك قيمه علميه كبيره، من المفروض يكون عندك تمييز اجتماعي. ايش لازمك على الخلطه هذه؟ الطيبه باهيه داكور، لكن كي تكثر منها مش باهي. فعلا الطيبه نتاعي ولا تعاهن عني فيها. وكلتني ترايح وخشتني الحبوسات. غلطتني في القيمه الحقيقيه نتاع الناس. اش نعمل سي محمود؟ هاني بسيط نموت. ليه يا الازهر انت ماكش بسيط، انت قلبك كبير ومخلص اللي تحبهم. سي الازهر وفاته تحريت معك، لازم تفضل تروح على روحك. سي با تغو تو. سي الازهر تنجم ترتاح وان شاء الله تكون اعتبرت من هذا الدرس هذا. مصر حسن عجلي عسلامة. اليوم مش نتغدو عندك عالجل العشية راجعين لليسي عنا تنشيط مسرح. عسلامة تاتا لباس بلكش ما عندكش ماكلة فقسمنا حتى عظمة. لا العزيزي ما تخافيش تم الماكلة. ايش حواسي الشريف وانت صبا عامل منصف شنا حبيت لباس عمك المنصف يجينا من تونس كيف الويكاند. كنت نجيب معايا نبيل والجريضة الصواف، من بعد قلت فك عليا من المشاكل. لكن جبتها نزلتوا تكركروا في المشاكل نتاع الماضي مع بيت الصواف. كنت رايت التاستد العربية قالنا لازم باش نحضر مسرحية لاخر العام. اليوم طلعت لينا للمحفوظات ليخي قالنا باش نشاركوا في المسرحية انا وكريم. انا نحب نمثل دور البطلة وناخذ جايزة. بشوية نعم وصلت الجايزة خلاص. النطق نتاعك في العربية مازال ناقص. C'est incroyable. شكون عمل هكا؟ il faut porter plainte. سي محمود عبد العاطي باش يندم على النهار اللي خدمني فيه. علاش غلطتك يا سي الازهر؟ غلطتي يا سنت. لازمني نخدم عليه باش نخلصه في الكهرباء. اذا كان ما جابنيش على برا لازم ثم حد شاف شكون عمل العمله هذه. زعما ثم حد دوني؟ شكون باش تلقي؟ حتى الموزن في الحبس. كسروا لك الكهرباء عم الازهر يا لطيف. كي يخرج الموزن ما نلقاوش باش نمشيو للبلديه. تيك المدام. لا يعيشك يا لطيف.
هذه العروسة؟ أنا هي العروسة اللي تكب سعدها. نوريك حنتي حلوة. هذه مرتك عم نظهر حليلتها ربي هنيكم. أيا سندن بشوي عم نظهر يفرحك. ميسالش تعس شوية عالدار، نحب نمشي نبدل حويجي ونعمل دوش، خاف لا يسرقوا الكلاب والعصافر متاع المغزى. أيا سندن بشوي. والله يا شاي سخف، il faut faire quelque chose. On peut rien faire. المسرح حاجة رائعة. ناهي هيك العام حبيت نشارك في نادي المسرح في الليسي متاعي. والمنشط عطاني دور في مسرحية فداء محمود تيمور. أما ناهي سلمت. عجل ما جيتش كوني كنت حذا أم مريضة. يا لطيف تتا. نجم راهو حتى لتوا تمثل. كنت تحب في الفرق متاع الهواة. يزينا هانا نمثلوا في الدراما بتاع الدنيا يزي. حتى انا ظهر لي ما نجمش نشارك في المسرحيه متاع استاذ العربي. واش بيك كريم؟ عاشكم باش نمثل انا؟ هو انا مدراوين ياسر في النادي، انا عندي مشاكل. المسرح بالطبيعه يوجع عليكم روسكم عرب هالبر. وقتاش تولوا عباد وتعرفوا اللي الدنيا مش كان قمح وشعير وخربك. هذا كله اللي جاي المسرح؟ اش بيك تنرفزتي؟ انا عندي مسؤوليات فلاحه ومشاكل. وش هي المشاكل اللي عندك؟ البرني قال لي القشاه ولدها ناقصين الصباح. لازم كلاهم الذيب البارح. كيف كلاهم الذيب البارح؟ شبي ما فاق بهم كان اليوم؟ البرني قال لك هكا؟ اي بالك شي جماعتك ولا يسرقوا فيك يا كريم؟ ان بعض الظن يثم البرني ما يسرقنيش، يمكن دخلوا من برا. من هو اللي حاطها يعس؟ تجيني ولد ساسية. يعطيك دنية، ولد ساسية اكبر سارق. اش انت اللي معاك يا كريم؟ نعمل ليك في الكونتابيليتي ونزيد نعس عليك على الخدامة؟ ما عادش نجمني. ممكن قلتي لا يرجع الليسين، هاني رجعت ولا راهم ما يسرقونيش. داني لي في شونتاج يا كريم؟ مش داني لك في شونتاج، مش وشيها واحد. اما نسرقوا لي خمسة شيام اللي رجعت نقر. يا غلبتك يا كريم، هاهم عروريك راسك. يا لطيف، ما نحبش انا نمثل مع الاخرين. تو تشبحي في مشاكل الفلاحة وتقولي لي مسرح وتمثيل؟ اهلا اهلا بالدكتور الازهر. ما احسن اللقية بلا ميعاد. كيف انك يا دكتور؟ مروح طلع على العزوزة؟ اش باش نعملوا يا راجل؟ وانت سيل هادي نازل ولا مروح؟ عندي قضية في تونس ونروح غدوة. خسارة، ولا كنا نقعدوا مع بعضنا نتجاذب أطراف الحديث. لاحظ اللي مازلت ما عملت السيارة. عملتها ودقدقت. الله لطيف يا دكتور، الحمد لله على السلامة. حادث؟ تنجم تقول في أمان الله. سيل هادي تنزين مازال لها درجة وتخرج. ربي معك يا دكتور، حافظنا على روحك من أجل العلم. نحب منك زيارة البرج محجوبة والدعوة مفتوحة. إن شاء الله يا سيل هادي. يمسيك بالخير يا سي ناجح. شكون سيادتك؟ انا ما نعرفكش. انا نعرفك مليح ونعرف العمال تسوي فهم عمرتك بركان. اها الكلام هذا راه عيب. وجبتك في مرت يا سي. انت ومرتك تسلموا في محسن الرابح. اشرى ليكم الفريجيدير، اشرى ليكم التلفزيون والبرابور، اشرى ليكم الدبش بالرباع. وتو قاعدين حالين مرمى في خربتكم بسوردات. من هو انت؟ ومن هو اللي قالك الكلام هذايا؟ ناريتني داي في مكتوب محسن الرابحي. اواخي اللي بشوف يديك في المكتوبة انت قطحي وباين من وجهك. الوقتاش واحد بطال كيفك يصرف في فمك انا بوديجي. اي اي ابعد من قدامي لنفز عليك الناس، راني في حومتي يا سي. وناي نسكن في الحوم محليتكم وصاحبي عزوز بينسى كنت اسمع بيه. عزوز بينسى وجالين بيه، اما انت ما نعرفكش. هيك عرفت ناي ومحسن الرابحي ولاد البلاد من صغرتنا متربين مع بعضنا. لابك انتي صارت بيناتنا مشاكل. ايه ونوش يهمني فيها مشاكلكم. اسمع الهدرة قبل محسن الرابحي مركانتي ما يعرفش طرف خلافي. باش تقعد تنسل فيه وحدك نايم ما خليكش تعطي ليا بقى. ليه محسن الرابحي نعاون فيه لوجه الله؟ الراجل مريض وروحني. قول لواحد اخر الفتشات اللي من نص ما تعملش لوجه الله. هاني قلت لك واسمع كلام خير. محسن الرابحي الناس له مع بعضها. نايم نقول لك شيملك والنجم نبيعوه في اللي قدامه واللي وراه. هاي لفريه الصيح مش لما نصرف من جيبه. واتنسوا على شرط ما يعرفش اللي باين معاك في اللعب. ايش قلت؟ تو نخمم ونقول ليك. بلا تخمام، كانش تروح تلقى الشرطه في البيت تستنى فيك. ياك ما قلتش لي على اسمك. الخميسي من ذوي السوابق. نتشرف. وش بيخلي الازهر من السبعه راجل وكتير باش نتغدوا؟ اسكت الازهر تاعب
اطوم بعد نقوم نحط ليك تتغدى لبرا واسكت. ليلى يا زي من النوم فزي عندي ما نتحدث معها على مستقبلي. مقدم الزاويه صاحبني قعدت بلا خدمه وناي نحب نعرس الحق ناي نقول لك ما عودش نجم نصبر جمله واحده. هبرك عليه خليه يخدمني معاه في المعمل بتاعه. حتى انت تولي تروحي معانا وش مقعدك في المسيكات ما عندكش حتى التلفون. حتى انت تحفظت التلفون. خالي لازر خالي لازر يوسف وعليه ما تدنيش للطاوش برابوك اكتسيح سي وسيم اخش برا اخش. خالي لازر اخويا عندي حديث معاك. ما عنديش معاك حديث. بروح بيتكم. هاي بروح تو وبعد ولي انت ونحط لك غداك بروح برا. ما يوليش كان غرضك ابعث لي الراجل بيتهم غادي. احليلي يا لازر راهو باك ما باك جوستومون ما عاد نحب حتى بتمه في الانفيرونمون تاعي. يخرج هو يا نخرجني. ساعه انا جبت حويجاتي معايا باش نهوض معاك لتونس. كيف انت وليت تسب فيه بالرومي ملا حتى زين انا باش ندي عليك. يا رب ان شاء الله يصحتك من الخدمه وتقعد تزيزي قدام باب الزاويه. اه خلص سي با فري سا انا عارف باش ترسي لي في مندوب. ما قالوش الطبه وقتاش باش تخرج؟ قالك مازال ما يعرفوش توا. وفيش التحواس؟ قال حوس بها كان توا وقت الفيزيت. اصبر شويه انا قلنا لك لاباس توا يجيبوها. بابي انت قداش باش تقعد بحضينا في المانيا؟ انا توحشتك برشا برشا. هاكم باش تروحوا لتونس الكل توا يطير الوحش. انا نحب نقعد نقرا في المانيا وما زيد ما عادش تحب تروح. حلو ترى منكم خاتم خاتم صباعكم انت وامك. كلام هذا ماهوش وقته. سلام بابا. سلام بابا صاحب خمانات. ميبت هذه عملت عملها كيفاش تحس في روحك توا؟ سلام يا دكتور مصطفى لهيبي. بارك الله فيك دكتور. مش تقعد برشا في الفوتوي رولون؟ نقعد قد اللي يلزمني نقعد. جي تو مون طون. الحاله كيما قلت لك نفسيه بحته وتتطلب شويه تضحيه وصبر وبالاخص من العائله نتاعها. الدكتور هاك تشوف احنا مش مقصرين. هما بعدها وانا ملوح براسي في تونس. الحاله هذه مش عجبتني. قلت له كان تروح لتونس مع رجلها ربما تتحسن على الاقل تكون في وسط اهلها. ما نحبش نروح لتونس لا وحدي لا مع راجلي. وما يعيش يزم العياط تو دوخ روحك. جميلة جميلة بس عليه قالوا ياكل ويشرب في التاي ويضحك على كيف كيف. وقد صرف عليك من الجمعه اللي فاتت؟ يزي وطي صوتك. مش عنده صرف علينا محسن؟ التفتوفه اللي عنده مو صرف على العزام والدويات وزاد ذبح شات صداقه للزواوله. ثمش ما ربي يشفي صداقه للزواوله. ولا انت ولا مرتك مساكين فتوا الحين. ليش تتمسخر علي يا خميسي؟ تيمون كلينا نتشم على جمله الناس وهاني مخلي لك بايك تو يجيك حتى القهوه. ليه ما نحبش نلعب؟ ليه نحب الفلوس؟ هاي تعطي لي حاجه مكتوبي فارغ. موني قلت لك محسن فلوس وفت. قال يشد روحه شويه ويمشي للبنك يجبد الفلوس. كان يجبد الفلوس تنعطيه. اش تحب انت؟ ليه نحب برشا فلوس انا نجح. وليد نسله منه. ليه وانت بالشطره. ومليح معاك فارغ. اسمع قاعد عفس لي على رقبتي يا خميسي. منين نجيب لك ناي؟ يا اخي محسن تحسيبه داخ ويلوح في فلوسه. ما كثرش من دوخة واحد طايح للعزام والبخور. وما تنساش اللي حكيتها الكل من الماني الكلاجة من جميلة لا يصليتها لك. ما تطلعوش معي صفا. الامور زعما ماشيه كيف ما نحب ونشتهو. ومحسن طايح للعزامه وطامع في مرته ترجع له. ما تفسدهاش بهات هات هات كل يوم خميسي. خلي البني تمخض في عقله وطلع زبده وتو من بعد نتفرهدوا الناس الكل. ناجح كون معايا راجل نكون معاك زوج رجال. وتو احكي لي بالبا والدا اش يحدث فيك محسن؟ قال يعرفك وسماك بالاسم وقال فيك كلام ما نقولش هو خير. ليه لا يقول ما يسالش؟ نايم يدردعني شيره. قال انت اكبر زنس فاست فسدت له مخه
ودبرت عليه باش يربط ولده في راس جبل في الكيم. وهو كذلك ناي عندي افكار ما تلقاهاش في الافلام البوليسيه. ايه واش قال لك اخر؟ قال كان تجي قدامه الا ما يصفر لك بالروح نتاعك. عادي يا محسن عندي ما نقول. اسمعني مليح يا ناجح، كانك ناجح بالجد ناي وانت محسن نعرو له راسه ونبيعوه في اللي عليه عند الرزق بالرباب. نعرف اللي عنده مده يحب يبيع سالي، لكن نلقاو له شير يبيعها بختف. رجعت تخلوي ذا خميسي يبيعها بختف يبو هاش. قول ليه لكن تحب ترجع للجميل يزمك تصرف على الوعد والعزايم والذبايح. دو خور قوي صح ليك حتى على الربيض. لا خويا ذي مخطئ. انت ميكش بروفيسيونيل خلاص. دو خمم نقول ليك. هاي خليني نروح في الامان. انا ماشي. إدارة المساحة كلفتني باش نعالج نجلة على خاطر سيفتي كتونسي ربما تخليني نفهم أكثر نفسيتها، وفعلا بدأت تتكون لي صورة على حالتها. إن شاء الله شيئا فشيئا نوصلوا نتيجة، أما كما قلت لكم الحالة تتطلب صبر ووقت. أنت دكتور بارك الله فيك، أمانة قاعدين هوني محيرني منش متهني. أنا مستعد على نفقتي باش تهبط أنت لتونس كل جمعة وتعالجها وبارك الله فيك من فوق. يا سي طيب المساله مش متعلقه بشخصي، ممكن اي طبيب يعالجها بنتك ويوصل النتيجه به في تونس ولا غير تونس. نجله حاله كلاسيكيه متاع هستيريا وعلاجها باذن الله ممكن، محاوله الانتحار اللي قامت بها من بين نتائج الحاله هذه. لازمنا نعرفوا اسباب مرضها باش نعالجوه، وهمنا في العلاج انه ما نصدموهاش في الوقت الحاضر. مجرد انك تقول لها روح معايا ممكن تعكر لها حالتها. حتى هذا خو النار مالش تصلح العائلة كان ما تعاونش المريض بالشبر. بالطبيعة نجلة في حاجة إلى عطفكم الكل، وبالأخص محتاجة لتفهمكم. بالله سمحني دكتور خذني على قد عقلي، شي زمني نعمل باش نتفهمها. يا دكتور احنا نجلة راي عشت مدلة في دارنا، احنا قولك فردك عايبة. بعد هي جبت وليت عاش عامين وتوفى. في الطريف هذا اللي حكيته لي برك يا مدام فما برشا عناصر كونوا لها المرض نتاعها. معناها ولي نحن اللي مرضناها. يا سي جليله خلي الراجل يتكلم تقولش صالي. هاو باش نفسر لك يا جليله. نجله وقت اللي كانت صغيره كيما الوليدات الصغار الكل كان عندها تعلق كبير بوالديها وبالاخص بامها. كيف انت بعدها جبت الوليد اللي توفى غارت، وفي قراره نفسها تمنيته ما جاش ولربما تمنت يموت، وقضى من الله وفاء أجله. مجرد الحكاية هذه كونت لها شعور بالإثم اللي تبنات عليه برشا عقد أخرين. تلقاها عمرها كل تحب تعوض لكم الوليد الذكر اللي خسرتوه. مشكلة كبيرة الهستيريا القاد في التعش. يا ناري على روحي، معناها وليت أنا اللي مرضتها. نجلة نحل الكل في شوني وحدية. ابقى هذا اللي النهار كله فيها فريته ما عملها شيء، وانا اللي عملته ما قالش ربي. ما قصدتش يا جليلة، هذا يحدث على الناس الكل وقت يكونوا صغار. فما شكون يتجاوز المشكلة وفما اللي لا ويدخل في حالة عصبية. تهنى حتى البو زاد عنده دخل، مش لازم ندخلوا في هالحكاية ونتوسعوا فيها. طيب نحب نعرف اش قررتوا. الله ما نعرف. ليش ما تمشيش على ساقية؟ حالة نفسية إن شاء الله مؤقتة. هذا يعني أنها رافضة أشياء يلزم نكتشفها، مثلا رافضة المروح. لو كانت تروح ممكن يسر من هوني لمدة أخرى تقف على ساقيها وتمشي. خليها تقعد إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله الفرج يكون على يديك. خليها تقعد، مونديش مقعد كونيز تروح لدارك والبنية تعاون نحطها بنسيونير في مكتب هوني بعد اللي يحبوا كل يوطنوا في ألمانيا على مراد الله.
خويا ونسيت نزني حبيبتي. حلوة الفازة هذه ونور العيون يتسكن يا خير. كالكبار في الكباري. طيب اش بيك ما عملتليش تليفون؟ اكترى في حالتي حتى قلم ما عملتوش في عينينا. خيوة بيناتنا قلمات في العينين. يا اخي ابو بكر وعبد الجليل ما جاوش معاك؟ ليش تحب نكركر زوزك منطروات معايا؟ الليله جاي وحدي ومن غير مواعيد. اه ميرسي ميرسي. طيب والله قلت الحق، احسن سهريات هما اللي عدينيهم انا وانتي وحدنا هكيك. نحبك ساعه ساعه دز عليا الباب وتدخل. اما ما فيها بيس حق عملت لي تليفون، على الاقل راني عملت تدريبه براسي قصتي. اسمع طيب، هنحلك التلفزه، خلينا نمشي نبدل هاد لاق اللي فوقي وهني جاي يدك. يزي من العسول عاد، انا نحبك هكا بلا غبابر وحمامر. يا غرطه ناتور بلاد دونا بي على كيفك. اما ريحتي راهي ما تقولك شي، كنت قشر في شويه ويا ثوم باش نركب عشيه. باش قام تركب في عشاك وزهور التحفونه ويني؟ يراها ولا في تابونة ما عادش نحملها. وحتى هي وليت لي تغني، عملت لي صحبة مع كم شهمل يخي وليت طردتها. علاش طرد فيها مسكين؟ هذا الكل غيره منها، خاطر تحب تولي مطربة كيفك ونعمل لها السيدي زادا. الله لا يوصلها ان شاء الله باش تولي كيفي. واه طيب اش بيك تدكك عليا يخي؟ كل قطوسي معه وقي غني هو. حتى هو مش كثر ولا يميت، هذي انوار والاخرى مدار وهذي وهيبه والاخرى قرقيبه تصب بيهم الشتاء. ما هو السوق اللي فيها برشا طلب، عروسات وطيات وطهورات وحتى من عيد الميلاد ولاد بالعواده والصاله. يا شريب جاك نكول صب الماء في البتاتي كلها ثقافه. بربي يزيني يا طيب، يا اخي شبيك تدكك عليا وين النار شاعله فيا؟ فما واحده عامله انترفيو في الجريده اسمها انوار رشدي ولا حمدي خنا، وصوتها اقرا وحق حق تقشقش في حنيك وقالت لك الهيم وجدي تقليديه. والناس ما عادش يسمعوا الاغاني متاع فتحيه خيري، والساحه يلزمها دم جديد يحرق والله دمها. واللي زيد حرق لي دمي قالت لك باش تخرج سيدي. طيوبه خايفه لا تخرج السيدي نتاعي قبل البوم نتاعي. ما تحط شي في بالك، احنا سابقين الناس الكل، واول سيدي باش يخرج في تونس هو نتاعنا. ما قلت تحت الطبع مالا فات النازله رايد روحك الهام وبرا طيب لي عجه اليوم باش تعشى بحذاك. يلله يلله مقوى سعدي باش يتعشى بحذايا. اما باش نزيد حويجه، واه العجه ماهيش من وجهك. والله والله يا طيب اكا انوار حرقت لي دمي يحرق والله دمها. اما بركه جدودي ان شاء الله نفقسلها المراره نتاعها بالغيسبسيون والكلاس والمشته والروبه واللبسه والشيء، ها ونكرها في الغني في الكافي شانتا. طيب يلزمني روبا من باريس. نجيب لك روبا حتى من طوكيو برا طيب لك العجه برك. خلي ميلا يمين بكوش في صدره، خلينا نمشي المرمط. مالا نجي معاك الكوزينه قشر لك البطاطا. واه طيبتي شبيك الليله ريكتك سيله. ربي عينك عم شادي. هاي تفضل. ملا هدره قال لك الراجل بيتوه ليله في قلبه وخرج بضمانه محمود عبد العاطي. حرام شبهت نور الدين، قل لطف. ابريتو شنو اللي عمل لي انا باش نتشمت فيه؟ ساعات تجلطم عليا في الحين نجاوبه ما نخليلوش. اما انت عمل فيه وتسبب لك في تكسيره. ما وراني راك زاقر عليا تخليني. خي مش راجل اختك خو مرت المعلم؟ ما حكالوش زعما علاش تشد على الروش. مش موصلني انا نسقسي على العباد؟ قالوا الكربة بتاعه جابوها مكركرة لا باللار لا عجالي لا فرنان. الحكاية صحيحة تقاها عن سندة. سندة ذراعه اليمين باش تحكي لنا. وانت يوسف ما سمعتش حتى حاجة على السيد المدير؟ عنده جمعتين غايب. والله علمي علمك سي نور الدين، انا ما تبعش كلاماتي. بيه ايش اقعد بحذانا خلينا نتفاهم. الامور واقفة والخدمة مهملة. الوهم مهملة، لابوراتوارات الكل تخدم كيف ما العادة. كان اليونيتي بتاع سي امين معطل لاسباب عاطفيه تخصه هو. باهي يا اخوي،
ايجا خلينا نعملوا قاعده ونتفقوا. اشكون نبعثوا لسي محمود نعلموه بالامر ولا تحبوا يقعد يلوم علينا؟ بجدك تقول في هالكلام؟ سي محمود في علمه بكل شيء وسنده تكلمه كل يوم. سنده 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 اش رديتوها لنا هذه سنده ولا تقايمه فيها الاذان؟ بارك الله عليكم قريب تخرجوا في التقاعد وفقصه بنت البارح تسير فيكم بمسطره. الكلام معاك نقص في الاعمار سي نور الدين. توا 8:30 وقايد خدمه عندي دراسه جديده على معجون لازمني نكملها. بلكش نجي سي لازهر نوريها له اليوم. تياو سي يوسف مش قاطع الامل من عرفنا. حلو التفاني والاخلاص يا نور الدين.